الصف التاسع الأساسي، كتاب اللغة العربية. يغطي هذا التسجيل الدرس الأول من الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان من بنات الحياة، تقدمت مبادرة ضوء بصوت زينب شاهين. عنوان الدرس المعلم فاطمة بديوي، والتي ولدت عام 1927 وتوفيت عام 2007، شاعرة عربية سورية من مدينة حما. أسست أول روضة للأطفال في حمص عام 1955، وأسست أول مسرح مدرسي عام 1956. كتبت مسرحيات عديدة، منها بين الفضيلة والرذيلة، بين الخير والشر. نالت عدة جوائز على أعمالها الأدبية، ولها دواوين شعرية متعددة، منها أغاريد الطفولة، حديث مع القلب، ترانيم الأمل، ديوان منارة المجد، ومن الأخير أخذت هذه القصيدة. مدخل إلى النص. حمل المعلم رسالة إنسانية سامية ببنائه الإنسان على مر الزمان، فكان رمزا للعطاء ونورا يضيء درب الإنسانية عبر العصور لينقلها من الجهل إلى التقدم والازدهار. وهذا ما دفع الشاعرة إلى تصوير هذا العطاء وتخليد أثره في الحياة. القصيدة: أشعلت قلبك للأجيال عرفانا، فكان هديك للألباب عنوانا. ترعى الصغار كما يرعى البنين أب، يذوب في نشوة التحنان تحنانا. لله درك من نبع يجود على كل النفوس ولا يجتاز ظمآنا. هذا هو الجود، لا من ولا ضجر ولا شكاة ترد القلب أسيانا. يا واهبا لم يضق يوما بحاجته مما يعانيه آلاما وحرمانا. إن كنت في الجند مجهولا فكل غد سيستهي بك فوق الناس إنسانا. لا يستوي عالم تمت هدايته وجاهل تاه في مسراه حيرانا. ليس الجهول الذي ينقاد منكسرا مثل العليم الذي يقتاد جذلانا. على عطائك هذا الجيل معتمد، فهنأ فلولاك هذا الشعر ما كان. شرح المفردات: العرفان المعروف، هديك أي إرشادك وتوجيهاتك، الألباب مفردها اللب وتعني العقول، البنين مفردها الابن وتعني الأبناء، التحنان العطف والحنان، نشوة الفرح الكبير. لله درك ما أعظمك، يجود أي يمنح ويعطي، ظمآن عطشان، من أي عطاء فيه أذى، شكات أي الشكوى، أسيانا أي حزين، واهبا أي معطيا، يزدهي أي يزدهر، مسراه أي طريقه، حيران أي ضائع وتائه، منكسرا أي ذليل، جذلان أي واثق ومقتدر. شرح الأبيات: البيت الأول، أشعلت قلبك للأجيال عرفانا، فكان هديك للألباب عنوانا. لقد بذلت أيها المعلم جهدك كله من أجل أبناء العلم، فكانت نصائحك وإرشاداتك زادا لعقول الطلبة. البيت الثاني، ترعى الصغار كما يرعى البنين أب، يذوب في نشوة التحنان تحنانا. فأنت تربي الأطفال الصغار وكأنك أب لهم، وتمنحهم العطف والحنان والسعادة. البيت الثالث، لله درك من نبع يجود على كل النفوس ولا يجتاز ظمآنا. ما أعظم عطائك، فأنت كنبع يفيض ليروي كل النفوس المتعطشة للعلم ولا ينسى أحدا. البيت الرابع، هذا هو الجود، لا من ولا ضجر ولا شكاة ترد القلب أسيانا. أيها المعلم، إن عطائك هو العطاء الحقيقي، لأنه يسلم من المن والأذى وليس فيه شكوى أو تضجر تحزن قلب طالب العلم. البيت الخامس، يا واهبا لم يضق يوما بحاجته مما يعانيه آلاما وحرمانا. أيها المعطاء، لم تقصر في يوم من الأيام ولم تشك رغم ما تعانيه من آلام ومتاعب. البيت السادس، إن كنت في الجند مجهولا فكل غد سيزدهي بك فوق الناس إنسانا. فأنت أيها المعلم جندي مجهول، وفي كل يوم سيزدهر ويرتقي إنسان متعلم بسبب عطائك. البيت السابع، لا يستوي عالم تمت هدايته وجاهل تاه في مسراه حيرانا. لا يمكن أن نساوي بين إنسان متعلم أرشد إلى طريق المعرفة وإنسان بقي على جهالته وضاع عن طريق العلم. البيت
الثامن: ليس الجهول الذي ينقاد منكسرا مثل العليم الذي يقتاد جذلانا. لا يمكن أن نساوي بين الإنسان الجاهل الذي يتم تسييره بذل والعالم الذي يقود العالم بكل ثقة ومقدرة. البيت التاسع: على عطائك هذا الجيل معتمد، فاهنأ، فلولاك هذا الشعر ما كان. إن أجيال العلم تتبعك أيها المعلم في بناء مستقبلها، فمبارك لك كل هذا العطاء، ولولا عطاؤك ما كنت كتبت هذه القصيدة. مهارات الاستماع: أولا، أستمع إلى النص ملتزما الهدوء، ثم أنفذ النشاط، أملأ الفراغ بما هو مناسب. من هبات المعلم الواردة في النص فراغ وفراغ. الجواب هو: يقدم العلم والنصائح ويرعى الطلاب ويمنحهم السعادة. العنوان الذي أقترحه للنص: الجواب: نبع العطاء، أو الجندي المجهول. مهارات القراءة: القراءة الصامتة. أولا، أبين ما قام به المعلم من أجل الأجيال كما ورد في المقطع الأول. الجواب: لقد بذل جهده من أجل الطلبة وقدم لهم النصائح والإرشاد، كان لهم كالأب. ثانيا، أشارت الشاعرة إلى إعلاء شأن العلم، أدل على ذلك مما ورد في المقطع الثاني. الجواب: برز ذلك في البيتين السابع والثامن، فلا يمكن أن نساوي بين إنسان متعلم يقود العالم وإنسان بقي على جهالته ويتم تسييره بذل. الفهم والتحليل: أولا، أستعين بالمعجم على تعرف معنى كلمة جذلان وضد ظمآن. جذلان أي واثق ومقتدر، ضد ظمآن مرتوي. ثانيا، استنتج الفكرة العامة للنص السابق. الجواب: دور المعلم في بناء الأجيال، أو مكانة المعلم السامية. ثالثا، أنسب الفكرة الرئيسة والفرعية الآتية إلى موطن كل منها في النص. مكانة المعلم السامية، هذه الفكرة الرئيسية للنص. عطاء المعلم على الرغم من معاناته، هذه الفكرة تعود للبيت الخامس. آثار المعلم في الأجيال، هذه الفكرة تعود للبيت السادس. رابعا، امتاز عطاء المعلم وجوده بميزات بارزة أذكرها مما ورد في البيتين الثالث والرابع. الجواب: في البيت الثالث، عطاء المعلم كنبع يفيض ليروي كل النفوس المتعطشة للعلم ولا ينسى أحدا. في البيت الرابع، عطاء المعلم يسلم من المن والأذى وليس فيه شكوى أو تضجرا تحزن قلب طالب العلم. خامسا، من فهم البيت التاسع، أبين أثر المعلم في كل من الشاعرة والجيل. الجواب: أثر المعلم على الشاعرة، لولا المعلم ما كانت تعلمت وما كتبت هذا الشعر. أثر المعلم على الجيل، عمل على بناء مستقبله. سادسا، أشرح البيت الثاني شرحا وافيا. ورد جواب هذا السؤال أثناء الشرح. قال إلي أبو ماضي مخاطبا الإنسان: كن هزارا في عشه يتغنى، ومع الكبل لا يبالي الكبولة. أوازن بين هذا البيت والبيت الخامس من النص من حيث المضمون. الجواب: التشابه، كلا الشاعرين يتحدث عن العطاء والبيت. الاختلاف، أبو ماضي يدعو إلى التفاؤل مهما كانت الظروف، الشاعر بديوي المعلم يبذل ويعطي رغم كل الآلام والمعاناة. التذوق الجمالي، أولا، أكثرت الشاعرة من استعمال الفعل المضارع في التعبير عن عطاء المعلم، أمثل لذلك من النص وأبين دوره في خدمة المعنى وفق الجدول الآتي. الفعل المضارع فائدته الشرح، الفعل الأول ترعى فائدته الاستمرار والتجدد. الشرح، استمرار رعاية المعلم للأجيال وتجددها، وتشبيه هذا التجدد برعاية الأب لأبنائه يوميا. الفعل الثاني يجود، فائدته الاستمرار والتجدد. الشرح، استمرارية جود المعلم وكرمه على طلبة العلم. الفعل الثالث يعانيه، فائدته الاستمرار والتجدد. الشرح، استمرار معاناة المعلم في سبيل الأجيال. ثانيا، ورد النفي في أكثر من موضع في النص لإثبات حقيقة أرادتها الشاعرة في المعلم، أمثل لذلك مما ورد في البيت الرابع مع التوضيح. الجواب: لا من ولا ضجر ولا شكات ترد القلب أسيانا، أي أن المعلم يعطي بدون إظهار الفضل على الطالب، ولا يشكو رغم تعبه، ولا يرد أحدا خائبا حزينا. ثالثا، أملأ الفراغ بما يناسبه، في قول الشاعرة: نبع يجود،
صورة، فقد شبهت فراغ بفراغ. الجواب: النبع بإنسان كريم يجود. حذفت المشبهة به وأبقت على شيء من لوازمه وهو فراغ على سبيل فراغ. الجواب: يجود على سبيل الاستعارة المكنية. رابعا: استخرج من البيت الثالث مصدرا من مصادر الموسيقى الداخلية ثم أمثل له. الجواب: تكرار حرف النون في نبع النفوس ظمآنة. أتذكر من مصادر الموسيقى الداخلية: تكرار الحروف أو الكلمات أو التراكيب، المحسنات اللفظية كالجناس والتصريع، استعمال حروف الهمس. خامسا: أستخرج من البيت الخامس شعورا عاطفيا وأذكر الأداة التي عبرت عنها مع مثال مناسب. الجواب: الافتخار والاعتزاز. الأداة: تراكيب. المثال: يا واهبا لم يضق. سادسا: تجلت قيمة تقدير العلم في النص، أمثل لها من المقطع الثاني. الجواب: تقدير العلم ليس الجهول مثل العليم. الحفظ والإلقاء: التطبيقات اللغوية. أولا: أستخرج من البيت الثامن حالا مفردة ثم أحولها إلى حال جملة. الجواب: منكسرا بعد التحويل إلى حال جملة وهو منكسر. ثانيا: أحول الأعداد الموضوعة بين قوسين إلى كلمات مضبوطة بالشكل. كلفني المعلم بقراءة فراغ بيتا شعريا أمام زملائي. الرقم الموضوع بين قوسين 13. ملاحظة: 10 تكتب بدون تاء مربوطة. ثالثا: أعرب ما وضع تحته خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل مما يأتي. جواب هذا السؤال سيذكر في فقرة الإعراب. رابعا: أذكر مصدر كل من الفعلين الآتيين: أشعل ويعاني. أشعل إشعال، يعاني معاناة. خامسا: أذكر نوع كل مشتق مما يأتي: منكسر نوعه اسم فاعل، جهول نوعه مبالغة اسم فاعل، مسرى نوعه اسم مكان، مجهول نوعه اسم مفعول، ظمآن نوعه صفة مشبهة. سادسا: أجرد كلمة عطائك من الضمير المتصل ثم أكتبها مراعيا كتابة الهمزة. الجواب: بعد التجريد تصبح عطاء، همزة متطرفة سبقت بحرف ساكن لذلك كتبت على السطر. الإعراب: البيت الأول: أشعلت قلبك للأجيال عرفانا فكان هديك للألباب عنوانا. أشعلت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الرفع المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. جملة أشعلت جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. قلبك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. عرفانا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ويجوز حال. فكان الفاء استئنافية، كان فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة. هديك اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. جملة فكان هديك جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. عنوانا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. البيت الثاني: ترعى الصغار كما يرعى البنين أب يذوب في نشوة التحنان تحنانا. ترعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. الصغار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. البنين مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أب فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تحناني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تحنانا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. البيت الثالث: لله درك من نبع يجود على كل النفوس ولا يجتاز ظمآنا. لله جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف تقديره موجود. درك مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. يجود فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. النفوس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لا نافية لا عمل لها. يجتاز فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ظمآن حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
البيت الرابع. هذا هو الجود، لا من ولا ضجر ولا شكات ترد القلب أسيانا. هذا الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، هو ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، يفيد التوكيد. الجود خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره، لا نافية لا عمل لها. من مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره، ولا الواو حرف عطف، لا نافية لا عمل لها. ضجر اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره، ولا شكات اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره. ترد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره. القلب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أسيانا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. البيت الخامس. يا واهبا لم يدق يوما بحاجته مما يعانيه آلاما وحرمانا. يا أداة نداء، واهبا منادى نكرة غير مقصودة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لم حرف جازم، يدق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. يوما مفعول فيه ظرف زمان، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مما من حرف جر، ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. يعانيه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة على الياء للثقل، والها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. جملة يعانيه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. آلاما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وحرمانا اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. البيت السادس. إن كنت في الجند مجهولا فكل غد سيزدهي بك فوق الناس إنسانا. إن حرف شرط جازم، كنت فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بتاء الرفع المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. مجهولا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فكل الفاء رابطة لجواب الشرط. كل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. غد مضافا إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. جملة فكل غد جملة جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم. سيزدهي السين حرف استقبال مبني لا محل له من الإعراب. جملة سيزدهي جملة فعلية في محل رفع خبر. يزدهي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل. فوق مفعول فيه ظرف كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. البيت السابع. لا يستوي عالم تمت هدايته وجاهل انتهى في مسراه حيرانا. لا نافية لا عمل لها. يستوي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة على الياء للثقل. عالم فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره. تمت فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والتاء للتأنيث لا محل لها من الإعراب. هدايته فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره، والها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. وجاهل الواو حرف عطف، جاهل اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. تاها فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. جملة تاها جملة فعلية في محل رفع نعت. حيرانا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. البيت الثامن. ليس الجهول الذي ينقاد منكسرا مثل العليم الذي يقتاد جذلانا. ليس فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. الجهول اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعت. ينقاد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جملة ينقاد صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. منكسرا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مثل خبر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. العليمي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر نعت. يقتاد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره. جذلانا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
البيت التاسع: على عطائك هذا الجيل معتمد، فهنأ فلولاك هذا الشعر ما كان. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الجيل بدل من اسم الإشارة في محل رفع مبتدأ، معتمد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهنأ فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره. فلولاك لولا حرف شرط غير جازم، والكاف ضمير متصل مبني على الفتحة الظاهرة في محل رفع مبتدأ، وخبره محذوف وجوبا تقديره موجود. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الشعر بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ما نافية لا عمل لها. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والألف للإطلاق. جملة ما كان جملة فعلية في محل رفع خبر. نهاية التسجيل ونهاية الدرس الأول.